في هذه الضفة شعب يقرأ، وفي الضفة الأخرى قادة تحكم وما بينهما مسافة دجلة العظيم. في هذه المسافة حدثت قصص لم تحكها شهرزاد للشهريار. مهرجاننا عراقي أنا أقرأ بدورته التاسعة في برنامج أيام الناس. شيخنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك؟ شلون أخبارك؟ الله يبارك فيك. من الجميل إنه نشوف اليوم مهرجاننا عراقي أنا أقرأ يحتضن الجميع، الشباب والبنات والمشايخ والعمامة، العمامة جاي نشوفه هنا. فبالتالي رأيك بهذا الموضوع على اعتبار إنه اليوم هاي الفئة من المجتمع أو هاي البقعة من الأرض جاي تحتضن الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله مولاي هذا الشيء مفرح. جميل. نعم. شوف هاي الناس يعني جاية للقراءة حتى توعى، حتى تشوف تطلع زين. واليوم المجتمع العراقي صراحة نحكيه يعني يعني بحرقة وبأسف صراحة. ليش؟ ما عنده يعني بعيد عن الثقافة، بعيد عن القراءة بالوقت الحالي؟ معرفة. نعم نعم بالوقت الحالي زين. فهو بأمس الحاجة لهكذا مهرجانات. تمام. زين. حتى ننشر روح الوعي، روح الثقافة، روح العلم، روح الاطلاع. عاش سيدي. حتى يكون على بصيرة من أمره. زين هاي الأعداد الهائلة اللي جاي نشوفها هنا ما جاي تعطيك انطباع أنه المجتمع الآن بالوقت الحالي جاي يقرأ، مهتم للقراءة، مهتم للكتب؟ لا، هو صراحة هو حتى لو جاي مثلا خلينا نقول جاي باوع، جاي يتونس، جاي يتنزه مثلا، لعله تكون هاي خطوة الى الامام، يعني تشجيع. زين. نقول اللي قام على هذه على هذا المهرجان زين، هذا شيء يريد يعني يريد يشجع على العلم. حلو. يريد يشجع على المعرفه، يريد يشجع على القراءه زين. بس بقى اللي حضر يريد يقرا او ما يقرا، هو بعد حر، كتاب حر برايه، هو نعم. حر. نعم. صراحه. نعم. ولكن الخطوه موفقه زين. الشعب العراقي اليوم بامس الحاجه الى الثقافه وبأمس الحاجة إلى العلم. نعم. الشعب اليوم التهى بمواقع التواصل الاجتماعي. زين. أثرت هاي على ثقافة المجتمع. بعدت عن الثقافة، بعدت عن المعرفة، بعدت عن القراءة، بعدت عن الثقافة الحقيقية الصحيحة. صح. الصحيحة. واضح. زين. واضح. مو مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما تعرف مصدرها شنو، حقيقية لو مو حقيقية. نعم. مغرضة. زين. نعم. واغلب ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي هي معلومات مغرضه يراد منها ضرب الثقافه الاسلاميه زين، ونشر الجهل والتخلف والفوضويه. نعم. بين ابناء المجتمع. نعم. هذا واقع. هذا. نعم. صراحه. نعم. زين زين. في بالوقت الحالي اليوم جاي نشاهد يعني اكثر من تقريبا عشرات او مئات الكتب جاي توزع مجانا، والناس اليوم عندها فرصه بامكانها انه تقتنى اي كتاب تريده. نعم. هاي خطوه هم. هو خطوه هاي قلت لك خطوه، هاي خطوه جيده وخطوه صحيحه زين، ولكن على الفرد العراقي. نعم. على الفرد انه يستثمر هاي الخطوه. نعم. يستثمر استثمار صحيح. نعم. مو انا مجرد يعني اتمشى واتنزه فعلا اقضي وقت وكذا، لا لا لا، وانما استفاد من الكتاب. هي شنو الفكرة؟ الفكرة هي شنو؟ فكرة القراءة. أنا أريد أنشر الوعي والثقافة. نعم. زين؟ اللي فقده المجتمع، اليوم المجتمع انحدر انحدار خطير وكبير. اليوم قاعد يمشي وراء مواقع التواصل الاجتماعي. صح. وتعلمون فيها ما فيها. نعم، احنا الحديث لربما في هذا الموضوع يأخذنا إلى نعم. كلام ومتاهات كثيره. شكرا جزيلا شيخ. الله يبارك. واتمنى لك وقت سعيد. شكرا جزيلا. بالتوفيق. دكتورنا السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله. حلو اليوم وايد جاي اشوف اليوم اختصاص بموضوع بجانب الثقافه والسياسه وغيرها من باقي الفئات والشرائح. احنا اليوم من جاي نشاهد هاي الاعداد الهائله، هاي الشباب الموجودين، الدكاتره اللي موجودين هنا. حقيقه هذا الامر يدعو للمفخره، ونتمنى انه هذا المهرجان يخليك انه يكون حاضر بشكل يعني دوري، يعني بالسنة على الاقل يكون في دورتين او ثلاث. بالبداية شكرا جزيلا لهذا اللقاء هذا، واني اول
وفشي هم جزيل شكر لقناة الأيام لاهتمامها بهذه نشاطات نواجدنا يعني. بالتالي اليوم هيش نشاطات لازم يعني غطي. طبعاً هي منظمة أنا عراقي أنا أقرأ، هي منظمة مجتمع مدني، هي تعني بنشر الثقافة وبالأخص بين الشباب، وهي منظمة مبنية من عدد من المتطوعين. واليوم هذا المهرجان في 5 محافظات أخرى، نعم، ليس فقط في بغداد، في 5 محافظات أخرى، وهذا يعكس بأنه أكو ناس متطوعين محبين للعمل التطوعي قادرين أن يدقون أبواب كل الشركات والمنظمات ودور الكتب من أجل أخذ الكتب من عندهم وتوزيعها على الآخرين ممتاز. بشكل مجاني ممتاز. وإيجاد نوع من المسابقات، الآن هاي المسابقات الفكرية يعطون بعض الأسئلة واللي جاوب يعطوه، وآخر نشاطات ثقافية، نشاطات موسيقية، نشاطات نعم. أطفال. هذا يعكس احنا كالعراقي كل ما يكون هناك استقرار، كل ما يكون الوضع مستقر، انا عندي قناعه يعني الناس راح تبدع وتقدم الكثير من يعني النشاطات. يعني يحتاج استقرار طبعا، العراق بحاجه الى الاستقرار فقط، الى الاستقرار يعني السياسي، الاستقرار الاجتماعي، الاستقرار الاقتصادي. كل ما تستقر هذه الامور كل ما الثقافه تنمو، يعني بدون هذا الاستقرار من الصعب ان يكون مجال للثقافه والمثقفين. اذا هيش نشاطات مرهونة بالاستقرار الأمني بالتأكيد والاستقرار الاجتماعي. الناس إذا ما تحس هنا أكو أمان أكو نعم. استقرار، ما يجون يجيبون هم وعوائلهم وأطفالهم، مو يجيبون أكلهم وشربهم ويقعدون هنا، يحسون بأكو أمان أكو استقرار نعم. ويستفادون نعم. الأب جايب بنته والأمرأة جايبة يعني أم بنتها نعم. فبالتأكيد يعني يريدون يغرسون داخلهم حب المعرفة والثقافة والاطلاع والتواصل مع الناس. شكرا جزيلا دكتور، اتمنى لك وقت سعيد. شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، احنا بالتالي متواصلين وياكم، نتمنى انه نشاهد هذا الاستقرار، نشاهد هاي المحافل الموجوده، هاي المهرجانات، لان على اعتبار انه هاي المهرجانات اليوم جاي توصل رسائل ايجابيه بالوقت اللي يعني جاي نشاهد هواي من الامور السلبيه طفحت على مواقع السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي وباقي البرامج يعني اللي ما تليق بسمعه وتاريخ العراق. فبالتالي مثل هيك مهرجانات بهذا التوقيت محتاجينها جدا. متواصلين وياكم، خليكم ويانا. دكتور امير السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون اخبارك؟ انا بدايه الحلقه قلت انه في هذه الضفه شعب يقرا، وفي تلك الضفه قاده تحكم، وما بين هاي المسافه وهاي المسافه حدثت قصص لم تروها شهرزاد لشهريار. فاليوم بين الخضراء وبين مهرجان انا عراقي انا اقرا، لربما يحتاج مثل هيك فعاليات واهتمام وبشكل كبير من قبل المعنيين والقاده الموجودين حكم. طبعا بين ارث التاريخ والحضاره بين شهريار وشهرزاد نعم. هناك مستوى كبير من الارث الحضاري والثقافي نعم. والتاريخي ايضا لوادي الرافدين. لا يمكن ان نطلق علامه اي حضاره او اي ثقافه في العالم ان لم تكن لديها شراره قد انطلقت من وادي الرافدين نعم. وبالتالي العراق كان هو منبع لكل الثقافات في العالم، وبالتالي نحتاج ان نعيد هذه المسحه الحضاريه والتاريخيه والثقافيه الى هذا الشعب الحي، لكنه للاسف اقول لا يمتلك الوسائل نعم. المحفزه لابقاء هذه الحياه متقده دائما. وبالتالي الثقافه تاتي من عده مصادر، واحدا منها هي القراءه والمطالعه نعم. وبالتالي نرى بان هذا الشعب ما زال يريد ان يرسل رسائل حيه ليس الى الداخل وحسب بل الى كل العالم بانه قارئ ومصر على الحياه ومستمر بهذه الحياه، لكن بادوات ذاتيه ومحليه وحسب، اي دعم داخلي نعم. وبعض المنظمات المجتمعيه والمؤسسات العراقيه، لكن نحتاج الى حافز اكبر من مؤسسات الدوله نعم. من وزاره الثقافه التي نعم. تعنى بالامر نفسه نعم. بحقيقه الامر، وهذا هو مسماها ثقافه ولديها مديريات ومؤسسات كبيره. طيب. ينبغي ان يكون هناك عمليه مد جسر بين قبة الخضراء وقبة أبي نؤاس، بين نعم. أرث حضارة وادي الرافدين، يعني يحتاج لنا جسر بين دجلة العظيم، وهي ليست فقط جسور بالبناء بل هي جسور حقيقية بالعلاقات وبالدعم نعم. دعنا نذكر نعم. مع كل انتخابات نرى كثير من الزعامات والقيادات السياسية تهرع إلى شارع المتنبي نعم. لكن كيف نرى ونتلمس بأن هذا السياسي والقائد قد استطاع أن يقدم الحافز لهذا الشعب لأن يقرأ؟ لا نرى بأنه لا دعم لهذا الشارع، للأسف أقول ذو البعد الحضاري الكبير والثقافي الكبير، ولا سيما هو يتمثل اليوم
هو عبارة عن واحدة من النيران على أعلام الثقافة في المنطقة وليس في العراق وحسب. وبالتالي نرى أن هناك من يحج إلى هذا الشارع من خارج مساحة العراق. خصوصا بالفترة الأخيرة. أحسنت، ليس فقط بالفترة الأخيرة بل بعد بالتحديد بعد الإعمار اللي صار البسيط. بعد أن لحق الإرهاب بتفجير دامي جدا وأوقع كثير من الشهداء في هذا المكان وحطم بناها التحتية، استطاعت بعض المؤسسات العراقية والمؤسسات الداعمة الخارجية أن تعيد النبض مرة أخرى شارع المتنبي. ما نريد أن نصله هو كيف أن نصل بأدوات حقيقية فاعلة بين من يسكن الخضراء وبين من يحاول أن يجد مساحة أكبر بالقراءة لمراعاة ورعاية العنصر العراقي بإعادة وعيه وثقافته مرة أخرى. لا ينبغي أن نذكر بأنه عندما نقول أنا عراقي أنا أقرأ، هي ليست في مساحة بغداد، هناك مساحات أخرى، هناك مساحات أخرى في البصرة وفي الموصل وفي سامراء، وينبغي أن تكون على مساحة العراق قاطبة حتى نذكر بأنه على تلك الطبقة الحاكمة أن تراجع نفسها بهذا الاتجاه، بناء وعي ليس للجيل الحالي، ليس لي ولك، أنت ما زلت من جيل بناء الشباب. بأحسنت نعيد هذه الدورة على الطبقة الاجتماعية من الأطفال. هذا الطفل عندما تبني بناء حقيقي ويتذكر بأنه لديه هذا الأرث الكبير ويتلاقح مع وعي وثقافة وحضارة هذا البلد، يمكن أن نقول نستطيع أن نبني قاعدة تنطلق فيما بعد لتعيد نوض هذه الواجهة الحضارية والثقافية للعراق. لربما بعض المؤسسات الحكومية اللي جاي يعني تشاهد وتسمع كلامنا نقول لك أنا جاي أسوي معرض الكتاب العراق ومعرض بغداد للكتاب الدولي، وهاي الدورات وبشكل مستمر، شنو اللي يحتاج غير هذا الموضوع؟ دعنا نكون أكثر وضحاً، الجهات الرسمية ما زالت مكاتب مركزية، طبعا نذكر كانت هناك مكتبات مركزيه في كل احياء بغداد، لكنها للاسف الان تعاني من الاهمال وعدم الرعايه. يعني تلقى مكتبه الكاظميه، مكتبه العظميه، هذا مثالين فقط، لكن هناك مكتبات اخرى تلقاها في النعميه، تلقاها في النعمانيه وفي العزيزيه، وتلقاها في البصره وفي نينوى. وبالتالي نحتاج الى اعاده هذه النبض مره اخرى في طبيعه استخدام المكتبات العامه. ان لم يمتلك المواطن وعي ثقافي وواعز للقراءة لن يذهب إلى المكتبات العامة، سيذهب من؟ سيذهب فقط المتخصص الباحث طالب الكلية. لو اليوم موجودة هاي المكتبات هي للأمانة بها مجموعة كتب قيمة، أنا سبق دخلت بعض هذه المكتبات، لكنها تحتاج إلى رفد أكبر وعملية تجديد بطبيعة الكتب المتوافرة لديها. وبنفس الوقت نحتاج ليس فقط هذه المساحة، ما تقدمها على أقل تقدير معارض الكتاب الدولي هي غالبا ما تبقى للنخبة، لأنها تبحث عن عناوين معينة، عن مواد محددة، لكن هذه المساحة الفضاء الواسع من التلاقح الثقافي هو لعامة الشعب العراقي، للطبقة المتوسطة ومن يبحث عن على أقل تقدير عملية نزهة. لكن هذه النزهة بماذا بعنوانها الرئيسي؟ هو إطار البحث عن القراءة والثقافة العامة وليست المتخصصة وحسب. شكرا جزيلا دكتور. بعض الوزارات مشاركة بمهرجان أنا عراقي أنا أقرأ، حدثنا بالبداية عن دوركم كوزارة الداخلية ونشاطكم بهذا المهرجان. طبعا كان لنا سنوياً نشارك في مهرجان أنا أقرأ أنا عراق أنا أقرأ، لكن يمكن السنة أعتقد أن كنا نشوف أعداد الجمهور أكبر بكثير، محافظات اشتركت، حتى الكتب اللي اليوم تم توزيعها هي أكثر، فعالياتنا أكثر، كانت مقالات توزيع. ممكن هذا دور الاستقرار الأمني جاي نشوف. بالتأكيد هو هي مثال غير مباشر الاستقرار الأمني، دليل الواضح على تجمع الناس وتجمع وصحة بغداد والاستقرار الأمني، وأيضا البهجة عند الناس بحضورهم. الحمد لله الجميع يعني مستمتعين بالحضور النار والأجواء الأمنية. كوزارة الداخلية يعني اليوم الشرطة المجتمعية وباقي الأقسام ذات العلاقات والأمن وهيئة الإعلام الأمني مشاركين، سواء في توزيع مجلة للأطفال خاصة أو صحيفة أو عرض المسرحي اللي قاموا به أيضا قسم الفنون التشكيلي للأطفال في موضوع التوعية والتثقيف وغيرها من الأمور اللي بالتأكيد إن شاء الله تساهم في زيادة الوعي الأمني عند الجمهور، وايضا مساهمتهم في ان يكون هو الرقم المهم في المعاهده الامنيه. طيب هذا دور اليوم، هذا الدور احكيك دور وزير مثلا انطى لي توجيه له، الدور كوزاره وموظفين موجودين. بالتاكيد السيد وزير الداخليه حريص على انه يكون متواجدين وحريص على انه يكون بين كل شرائح المجتمع. نعم، زين، بالوقت الحالي جاي نشوف غياب اغلب الوزراء، ما جاي عفوا اغلب الوزارات ما مشاركه يعني في مجلداتها، يجوز فقط اليوم انتم كوزاره الداخليه موجودين بمجلداتكم. غياب وزارة الشباب وزارة الثقافة جاي نشوفهم موجودين، شنو انطباع قراءتك على الموضوع؟ يعني أكيد عندهم عذر معين، لكن احنا كمساهمة لازم نكون موجودين. الوزارات كلها عندها عذر؟
احنا كوزاعه مو موجودين ان شاء الله. لا انا احكي على الباقي يعني انه ممكن دور وزير لو دور يعني موظفين قد يكونوا موجودين ما اعرف، لكن هي تدري كل يعني احنا رسالتنا الامنيه المجتمعيه تطلب يكون موجودين، احنا تطلب تكون موجودين هنا. زي اليوم قراءتك للوضع شلون جاي تشوفه بمشاركه عدد من الشباب اليوم جاي نشوف؟ والله اكو خيرة المجتمع العراقي موجودين، رساله لكل العالم عن الثقافة العراقية، عن قيمة الكتاب في العراق، وهذا بحد ذاته اليوم رسالة مزدوجة أمنية اجتماعية ثقافية. بس أنا أشيد على موضوع واحد، يعني هنيكم انه اليوم ما قطعت الشوارع. لا ان شاء الله يعني توجهات رئيس الوزراء توجهاته واضحه انه التزام بالاشاره الضوئيه، عدم قطع الشوارع، موضوع الارتال وغيرها. انا خل استثمر جنابك بموضوع واحد باخر سؤال. سبق وان تحدثنا عن موضوع ملعب نادي الشرطه، وين صار نادي الشرطه لحد الان ملعبه؟ يعني بالتاكيد اكو ان شاء الله مستجدات جديده في هذا الموضوع، و يعني السيد الوزير واحد من الملفات اللي تكلم عنها بدا يدقق بها وهذا الموضوع. شكرا جزيلا سياده اللواء، شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، من المفرح انه اليوم نشوف المؤسسات الحكوميه مشاركه بمهرجان انا عراق انا اقرا، ودليل على ذلك ان وزاره الداخليه جاي نشوفهم بنشاطاتهم وبمجلداتهم مشاركين، لكن عتب كبير بصراحه على بعض الوزارات اللي موجوده سيما وزاره الثقافه، وزاره الشباب والرياضه اللي هو اليوم غياب تام عن مهرجان انا عراقي انا اقرا، فقط وزاره الداخليه كانت مشاركه بهذا الموضوع. متواصلين وياكم، خليكم معنا. رسامنا شلونه؟ شلونه اخبارك؟ شلون العراق؟ يعني العراق يقرا. سألتني شلونك؟ سألني شوي شوي. لا أعظم شيء أحبه. يلا خلينا نبدأ معك بالأعظم شيء. شلون العراق؟ أمين أحس شلون؟ يعني هو عراق يعني. العراق يقرأ اليوم، أنا أحس على العراق اليوم، شلون العراق اليوم؟ العراق يقرأ. بس إحنا بهاي المرحلة بهاي المكان بهاي الأجواء كأنه مو عراق صغير. عراق مصغر؟ عراق مصغر هسه موجودين كل اطراف الشعب. هاي البقعة الموجودة من هذا المكان بس تحسها نخبة. يعني الجميع يعني تحسها نخبة. رسام، نحات، كاتب، اديب. نعم. اتمنى ان هاي بس احنا طبعا اكيد بحدث ثقافي. نعم. حدث مهم. ثقافة مهمة. نعم. من مخرجات الثقافة. نعم. الفن. الفن والرسم وباقي الرسم الاهتمامات والاختصاصات. يعني أتمنى أن الشباب يكونون أكثر ميالين لهذه الثقافة اللي تعكس حضارة البلد، لأن حضارة العراق أصلاً اسم العراق جاء من العراق الحضارة، من أول حضارة بالدنيا يعني. إذا شلون؟ يعني الأمريكان. نعم. والأوروبا كانت شولة، العراق كانت أكو حضارة، أكو قانون، أكو رسم. هاي قبل، هاي قبل. حاليا وين صارت؟ السلام عليكم صارت. زين رسامنا خلينا نعرف اليوم وش رسمت اليوم بالمهرجان وشنو الرساله اللي تريد توصلها من خلال الرسمات اللي جاي ترسمها؟ رسمت لوحتي الاول. الرسمات الطيبه تحول الحياه والموت. هذا الموت. اختاريت ثيمه اللي هو اكثر شيء من الانسان، ثيمه الاغراب اللي هي تقصد بها انه مسيره الموت. على اعتبار الغراب هو اول كائن علم الانسان شلون يدفن. اوكي. اضاف الى هواي سمايات. زين هذا اللون البنفسجي ليش خليته ويا السواد؟ شنو رمزيته البنفسجي؟ يعني هي مو اي لون احنا نقول عليه لازم الا رمزي. تمام. بس هي الفكره انه فكره الموت هذه مفتوحه التاويل. نعم. يعني كل انسان يؤولها، كل متلقي يعني المتلقي يكون جزء من العمل. نعم. يؤولها حسب وعيه وثقافته وخزينه المعرفه. انت شلون حلو يعني باختصاصك و... بالضبط وبقلمك اليوم اقول بالريشه مالتك. قال هاي قريب على يعني العين وعين وخمس بيبون وكذا وكذا. واحد قال خير مع الله واحد، يعني كل انسان يفسر حسب بس هو يعني هاي المقولة صحيحة انه المعنى بقلب الشاعر. المعنى بقلب ماكو هو اليوم الريشة بيد الرسام، المعنى بريشة الرسام. بالاعمال الحديثة المعاصرة اقصد انه المتلقي جزء من العمل. فعلا. انا اقصد مو بس اقصد بالمتلقي، فالمتلقي هم يتداخل بالعمل، هم يأوله. نعم. ويتفاعل الى رؤية بالتالي يحقق ال صح المتعة او شو احنا نقول عليها الغاية من العمل المتعة. فعلا. الانسان من اللي يقعد يتفاعل ويا العمل ويحس به هي هاي المتعة اللي يريد يوصلها، هي شلون نقول الذروة
دورة الرسم. أنا أتمنى لك حياة ممتعة للجميع إن شاء الله، ولوحة ممتعة إن شاء الله. شكرا جزيلا صديقي. نعم مشاهدي الكرام، احنا مثل ما حكينا انه دور الشباب خصوصا بهذا التوقيت، ويجب على كل الشباب الواعين اللي موجودين بالعراق انه ينطون ويعكسون صورة العراق كصورة حضارية كصورة ثقافية، على اعتبار انه اليوم اغلب الشباب واغلب الصور اللي الرسائل اللي جاي تصل من العراق لباقي البلدان هي صورة مغايرة لا تشبه واقع العراق بحقيقته. احمد شلونك؟ شلونك علاوي؟ سعيد اليوم شفتك هنا. انا سعيد بيك وسعيد بهاي الاجواء اللي يعني يوم بعد يوم يتأكد إن قبل تأكيد للغير إنه إحنا نحب الحياة فعلا. يعني أبسط مهرجان، أبسط محفلة تلقى الناس تريد تجي، الناس تريد توصل، ازدحام شارع، ازدحام صح. يعني كرادة من مسافات طويلة ازدحام، يعني الناس جاية هنا يعني بعدات كلش حلوة وأجواء جنة. طبعا المفرح بالموضوع أحمد إنه اليوم هواي شفت ناس شباب موجودين أي. بالإضافة إلى كبار في السن، سادة ومشايخ موجودين مشاركين بمهرجان أنا عراقي أنا أقرأ، وبالتالي هذا انطباع بحد ذاته أنه العراق بلد يقرأ وبلد لربما أسس أول حرف، انطلق أول حرف من العراق، لكن لغاية الآن العراقيين جاي يوصلون صورة ورسائل للعالم أنه العراق يقرأ لحد الآن. يعني انت اذا قلت اكو مشايخ واكو ساده واكو غيرهم واكو اطفال همينه نعم نساء وكو... يعني فاتني الموضوع لا يعني لا اقصد نعم. انه الكتاب هو للكل نعم، ويعني انواع الكتب اللي متوفره واللي دا تتوزع مجانا ما اعرف ايش قد الرقم بالضبط، لكن هي الكتب نادت تتوزع مجانا، الناس دا تجي تاخذ هاي الكتب حتى تستفاد منها حتى تقراها نعم. حتى اللي عنده بحث ماجستير، اللي عنده دراسات عليا، اللي باختصاصه دا يقرا، فهذا الشيء كلش حلو. يعني انا سمعت مره من المرات ايه؟ كنت مسافر بمكان زين، فحكيت بموضوع شارع المتنبي. شارع المتنبي هو الكرنفال الوحيد اللي بالعالم نعم. اللي يبيع الكتب على طول ايام الاسبوع. هسه اليوم بالوقت الحالي حتى بالليل بقيت ساعات متاخره. هذه كلها اشارات تقول لك انه حتى نسب الاميه اللي دا تطلع نعم. بين فتره وفتره تنعكس بشكل معاكس بهاي المهرجانات، تنعكس بشكل معاكس من خلال تفاصيل اكثر. انا سعيد والله، سعيد بهاي الطاقات الشابه اللي بس تحتاج توظيف. نعم. يعني شوف مهرجان واحد الصوره اكيد راح يشوفها المشاهدين بشكل مختلف. هذا مهرجان واحد، فكيف اذا نظمت هاي طاقات الشباب وترتبت بشكل حلو. احمد بعيدا عن اجواء المكان وبعيدا عن الاجواء اللي الجميله اللي جاي نشاهدها هنا، انا قلت بدايه الحلقه قلت انه بين هاي الضفه وتلك الضفه هناك شعب يقرأ وهناك قادة تحكم، وبينهم دجلة العظيم صارت أحداث وقصص شهرزاد ما روتها لشهريار خصوصا بالفترة الأخيرة، فممكن احنا هاي الجسور شلون نربطها بين القادة تحكم وهيك مهرجانات وهيك رسائل مهمة؟ يعني إذا من صفحة هاي الجهة فالناس هنا يعني هم يحبون الحياة وجديين بتقديم أي شيء حلو للعراق. الجهة الثانية المفروض تستوعب هاي الطاقات شلون ممكن توظفها، هاي الطاقات شلون ممكن توفر لها سبل العيش، سبل التوظيف، توظيف هاي الطاقات. انا اكرر على التوظيف لانه حكومه جديده، وهاي الحكومه يعني هي تقول انا حكومه اعمار، وهاي لذلك احنا ننتظر الاعمار، ننتظر المصانع المسدوده تنفتح، ننتظر هواي تفاصيل يعني ان شاء الله تتكلل بالنجاح. عاشت الايادي، شكرا جزيلا حمود، شوفك بخير ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام، وبالتالي انه على الحكومه الجديده حكومه السودان انه هناك الكثير من التحديات لا سيما في موضوع الثقافي ومواضيع الشباب وموضوع اليد العامله، فبالتالي انه نتمنى من الحكومه حكومه السودان بان تكون وخلال الفتره المقبله حكومه انجاز، حكومه تلبي طموحات الشارع العراقي والشارع الثقافي. متواصلين معكم، خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون العراق؟ العراق محفظ. العراق يقرا. احلى من العراق. العراق يقرا. شلون المهرجان؟ شلون شفتي؟ لا والله حلو مرتب يعني ونظامي، بس شويه اي شويه شنو؟ ازدحام على الكتب. ها اذا هذا الشيء مفرح. طبعا. شيء مفرح. اي طبعا. نشوف انه اليوم هذا الزخم الكبير على الكتب وهذا الاقبال، اذا انه العراقيين صحيح
بلد يقرأ. أتمنى من الكل يأخذوا الكتب يقرؤون بيها. استخدت كتاب؟ إن شاء الله. شنو هذا شيخ؟ والله النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية الزراعية. اختصاص يعني اختصاص زراعة أنت؟ لا أنا مو اختصاص زراعة محاسبة. عندك حديقة لعب؟ إيه. تردين زراعة؟ أحب شغلات هاي أحب أطور نفسي. أنا أحب أطور نفسي كل المجالات. أنا بخاف من يمس خاف تعين مزرعة بعدين. أنا أصلاً تدقيق. اختصاص تدقيق اقتصاد يعني. زين أنت اليوم جاي بالعالة وجاي أنا. خلنا نشوف برضه. الله يخليهم. شلونك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ أنت ضايجة لأن ما ماخذة كتاب. مو هذا كتاب. آه ليش؟ هذا مال خال أنا أخذته. ها وأنت ما أخذت كتاب؟ إي بس أنا على طول آخذ كتب رغم إنه هذا شيء مو من اختصاصي. ها؟ والله يعني آخذ أشياء مختلفة عن اختصاصي. أنت شنو اختصاصك؟ أني محامية. محامية. إي بس آخذ يعني كتب وروايات وأيضاً يعني كتب تطوير الذات، علم النفس، أحب أقرأ. ليش تميلي لهاي ال ثقافة عامة لازم أي إنسان بس نعم. إحنا نشوف باقي الدول يعني العراقيين خلينا نقول بدأوا يعني يخطون نعم. على نفس خطاهم إنه لازم الإنسان يكون عنده إلمام بكل الأمور كل المواضيع عافية يعني الفكرة أيضا يتطور ما يظل فكرة محدود القراءة كلش مهمة فعلا يعني البلد اللي يقرأ هذا بلد متطور جاي تسمعين البلد اللي يقرأ هذا بلد متطور أنت شلونك بالقراءة؟ لا الحمد لله جاي تقرين؟ إي لا يعني صار عندي كتب البيت أنا خلصت شنو الكتب اللي احب اقرا روايات اكثر شيء يعني تطوير الذات عادي يعني خليه يفوت عادي احنا وين نقرا ايه اكثر شيء تطوير الذات تطوير الذات ليش مهتمين بهذا الموضوع كلش حلو واحد يبي نفسه الانسان اذا ممكن اجاوبك على هذا السؤال يلا نسال يلا احنا مجتمعنا يعني غالبا تغلب على عاده شنو يعني ما يركزون على نفسهم فاحنا جيلنا دا اشوف يعني بشكل عام يميل كلش انه يركز بنفسه وهذا احلى شيء الانسان انه يطور نفسه انا سالت شغل بنفسه ينجح عاشت لي انا سالت هذا السؤال أيه؟ يعني يقولون يقولون اكثر بيع الكتب بالعراق أيه؟ هي مال الطعام وتفسير الاحلام لا 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 شنو صح لا مو صح بالعكس لا لا يعني هذا شنو؟ الذات، علم النفس، روايات، زين. كتب عامة، ثقافة عامة، أي شيء ممكن يعني الإنسان يعني يستمتع بقراءته مو بس للعلم والفائدة، أكو أشياء يعني تنمي العقل. يعني كتب الطبخ ما أخذتوها؟ ما يحتاج، وين طباخ؟ كتب الطبخ ما تأخذونها؟ لا لا إذا هاي الرواية مضروبة. لا ما ناخذها، يعني إحنا نتبنى لمحتنا وإنترنت أخذنا. نعم. أهم شيء الأسنان يبني. شلون؟ أهم شيء الإنسان يبني نفسه. عافية عافية يبني نفسه عافية. بالثقافة يعرف شلون يتعامل عافية. مع نفسه مع غيره بينه مو زين وياك بالعكس يبني نفسه بأصدقائه صديقتي لازم واحد يهتم بنفسه يبني نفسه يبني مجتمعه يبني أسرته حلو يبني كل شيء حلو إذن بدورنا وبدور الإمرأة الناضجة العراقية طبعاً. اليوم شنو الرسالة اللي ممكن نوصلها للعالم هنا كامرتي هنا ما هي صديقتك ولا كامرتي الشعب والمرأة لازم تقرأ حفية. كل مرأة هي أم هي بنت هي أخت هي زوجة كل ما تكون امرأة مثقفة تكون واعية نعم. بتكون ملمة بكل أمور الحياة حتكون إن شاء الله حياتها ناجحة فلازم إحنا كليتنا كبنات يصير عندنا وعي حتى نبني جيل واعي ومستقبل يكون كلش حلو لهم إن شاء الله عافية عاشت إيدك الأم العراقية شو تقول؟ الأم العراقية أنا بالنسبة لي دائما نعم. من أطلع يعني أخرج للمتنبي أو كذا أجي أشتري كتب يعني على مود أولادي يقرون بها ويطورون نفسهم وأنا من أطور نفسي يعني قد ما يتقدم بينا العمر إحنا نبقى نتعلم ونتطور ونطور نفسنا لأن هذا الشيء يعكس هذا الشيء للمجتمع والأولاد وتربيتهم يعني كل الأمور عاشت الأيادي دائماً أشتري كتب عاشت الأيادي شكرا جزيلا نعم وبالتالي هي دعوة لي كل العوائل العراقية أنه مثل هيك مهرجانات لا تفوتكم حاولوا أنه تقبلون عليها وتجون تأخذون الكتب لأن هاي الكتب راح تفيدكم بالتربية والتعليم ولتربية أطفالكم بالمستقبل متواصلين وياكم خليكم معنا مرتضى شلونك؟ الحمد لله شلون أخبارك؟ ويلكم سبيس بداية قبل لا نبدي بالحديث عن موضوع مهرجان أنا عراق أنا أقرأ أريد أعرف انطباع الصحفيين والإعلاميين الألمانيين والإنجليز طبعا السلام عليكم مهرجان جميل يوم نعم. أتمنى التوفيق للأخوة المنظمين والقائمين على المهرجان باستمرارية هكذا فعاليات أولا الصحافة الغربية نعم. وغير الغربية الصحافة الأجنبية والعراقية اليوم كلها حاضرة انطباع جميل جدا نشوف العالم كمية كبيرة من العراقيين حاضرين حتى على مود الكتاب حلو يعني رائحة الكتاب طعم الكتاب يجذبهم ثانيا أن تجتمع أن يجتمع العراق كله من كافة أطيافة بحديقة نعم. صغيرة يمثل كما حدثنا سابقا نعم. العراق مصغر نعم. هذا شيء جميل
تبقى الانطباعات متنوعة، لكن أغلبها تدعو إلى الإيجابية والبهجة، أن يكون العراق يعني بلد أمين، بغداد أمينة. هي رسائل اطمئنان تصل للآخر أن البلد جاهز لاستقبال كل الفعاليات وليس فقط فعاليات محلية. نعم. شلون الشعور والانطباع اللي شافوه الأمان؟ What do you feeling about the festival today? Especially, are you in Germany? Do you have something, some like of this festival? No, we don't have this. But we have poetry festivals, we have reading festivals, but not like this on the Tigris River and outside, because in Germany now it's cold. طبعاً انطباع كلش جميل. يعني إحنا بألمانيا عندنا فعاليات مهرجانات ثقافية وأدبية ومعارض كتاب. بس ما عدنا بهاي الطريقه اللي تلقاها بحديقه والناس مجتمعه وقرب النهر. نعم. عاده المانيا مثل هالوقت هي بارده تكون. زين. حتى اذا ما كانت بارده ما عندهم يعني عاده زيارات كثيره لالمانيا، ما عندهم مثل هاي الفعاليات الموجوده مثل ما تكون بالعراق. زين، اريد اعرف الصوره الحاليه اللي جاي توصلهم عن العراق، يعني جاي توصل حضاره العراق، عرف العراق، تاريخ العراق بالوقت الحالي، لو العراق بيا صوره جاي يوصلهم. I want to know the view of the Iraqi culture and Iraqi history in the German eyes. In Germany, we know that you have a very old culture. Don't forget, we have the Ishtar Gate in Berlin, the original of the Ishtar Gate. عادةً نحن الألمان نعرف جداً وندرك أن الشعب أن العراق لديه حضارة عريقة وطاعنة بالتاريخ، ولا تنسى أننا نملك بوابة إشتار في برلين. And we are very much interested in the development now in Iraq, especially what the young people say and feel. We want to know. إحنا اليوم أيضاً ننظر إلى الوضع السياسي بالعراق ونتأمل ونفرح من نشوف الشباب عندهم رأي ويقولون لا ويقولون إيه. Because the young people are the future of Iraq, so we want to know what they think. لأن الشباب هم مستقبل العراق، لذلك احنا بنحب نعرف هم ايش يفكرون من اجل مستقبلهم. ثانك يو، نايس تو ميت يو. شكرا جزيلا استاذ مختار، حياك الله، رايك فرصه سعيده. شكرا جزيلا استاذ مختار. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي من الجميل ونفرح انه اليوم نشوف العراق انه واصل لدول العالم مثل المانيا وباقي الدول بانه تاريخنا واصل لهم سابقا وبالوقت الحالي. وايضا من المفرح انهم نشوف ردود الافعال من قبل الصحافه الالمانيه بهذا الشكل، على اعتبار انه اليوم مثل ما قالت السيده انه فرحين جدا بانه يكون للشاب العراقي راي، يكون للشاب العراقي شان، وممكن انه يغير من بلده او يطمح للافضل. متواصلين معكم، خليكم يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون الاخبار؟ السلام سهلا العراسي. شلون الامور؟ الحمد لله. شنو انتم الفريق العراقي لهواة الدراجات الهوائيه؟ الفريق العراقي لهواة الدراجات الهوائيه. ايه وايد تفترون انتم بالعراق؟ نفتر ببغداد. ايه مصافة. زين. ونطلع محافظات. حلو. زين. عادي الوعي الشباب. عن شنو؟ تعال هنا. الوعي الشباب من كلا الجنسين يمارسون هاي الرياضه لانه مفيده للصحه، مفيده للقوى البدنيه، مفيده للقلب، مفيده للدوره الدمويه. شلون تثقفوهم؟ شلون توعوهم؟ تثقفوهم ونوعيهم، يعني نفتر بالشارع ويعني نشوفهم نقول لهم ايش تسوون وياهم؟ تطبقون وتسوون؟ اي من المطاعم. حلو. الكافيهات. حلو. يعني ننتشر لهم من الكافيهات. نتشلهم من الملاعب، يعني من الشوارع. هم فد يوم طبقتوا على واحد يعني بالدراجة عبالة دليفري؟ لا 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 ما صار. أكيد. زين، اليوم نشاطكم شنو هنا بمهرجان؟ نشاطنا يعني نشارك مال الأقرأ، يعني مجرد بس حضوركم هنا هذا؟ حضورنا يعني مجرد مشاركة حلوة. زين. جاي توقفون الناس؟ يعني لابسين زي الفريق، يعني احنا بس مو كنا جايين، يعني بعضنا يعني طلعنا عشان جولة فردية. زين. ونشوف العالم. زين. هسه من خلال استطلاعك، انت دائما متعود بالدراجه وتفتر وتشوف الاشياء، انت اليوم راجلا شفت المهرجان، مهرجان انا عراق انا اقرا، شنو الانطباعات؟ شنو الناس هنا؟ يعني ما شاء الله مشاعرهم. ما شاء الله، الله يحفظ الجميع ان شاء الله، المشاعر كلش حلوه يعني جميله. حلو. لانه العالم شوفه. وانت مشاعرك حلوه وجميله؟ اكيد اكيد اكيد. زين. طبعا اتمنى لك التوفيق. صحه وعافيه. بس ما قلت له هذا شنو؟ هذا ارباط الله. هذا مال عركات. ارباط الله. شكرا جزيلا. صحة وعافية. تحياتي للجميع. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، حلو من نشوف اليوم انه هيك فريق بهذا الوعي بهذا النشاط، انه رغم جولاتهم اللي تكون دائما
داخل بغداد وخارج بغداد بعموم العراق بالدراجات الهوائيه وتثقيفهم للناس اللي موجودين يعني الشعب العراقي عن ممارسه هذه اللعبه. متواصلين وياكم. خليكم. وطن يسجد بين الناس يسمع آذان الأجراس وجهه مترب بس ينباس. فتحية لكل الذين يعملون على أن يكون العراق بصورة جميلة بصورة قد تعكس حاضر وماضي العراق كبلد تاريخي كبلد ثقافة كبلد حضارة عكس ما جاي يتصدر من بعض المغرضين بأنه العراق بغير صورة. فبالتالي وبكل بساطة نحن شعب يستحق الحياة. تماما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.